ثلاث في المراقي قاتلات يزعان الهم أشباه الذوات بفلسفة تميت السعد هما وتبري الجسم أحوال الممات وتبري الجسم أحوال الممات وتحسبها من الأحياء حقا ويجهل حالها بعض الرواة لها قلب من الآلام فاتك يمثل وضعه حال الفتاة فكم سارت لإحداهن حال من الطور البئيس وبالقساة فقد نبت المشيب بوسط قاذل جميل اللون مملوح النبات جميل اللون مملوح النبات جفاها كل مخبول قريب إلى ذات التبرج والهنات إلى أرض يطير بها علاقا وينسى عوشه زين الحياة وأخرى قد براها الهم قاتلا وفتت كبدها ذكرى الممات وقد كانت مع الأيام ناجما تلألأ نوره عم الفئات تلألأ نوره عم الفئات تبدل حسنها هما وحزنا وباتت في العظام بلا رفات ولا ننسى من الغيدات صنفا رماها قاتل حال القساة رماها قاتل حال القساة بسهم قاتل لا يتقيها وألقاها على درب الفتاة وأصبحنا غداة اليوم جيشا يهدد وقعه بأس شتات فهل سهم الرجولة مستحق لمن يبغي التعدد بالكفات ورزق الله مكفول لساعي على تلك الثلاثة بالحماة فهذا حل معضلة علاق ولا حل سوى تلك الحياة.